إلى ملفنا الثاني في أخبار الأسبوع، هو مرتبط بالعدوان الإسرائيلي على فلسطين بالعموم، حيث قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون المغتربة أمن الصفدي إن إسرائيل تفرض تغيير ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتدمر الإرث التاريخي والحضاري وتصادر الأرض الفلسطينية وتطرد الفلسطينيين من بيوتهم وحقولهم وقراهم ومدنهم. أكد الصفدي خلال تقديم مرافعة الأردن الشفوية أمام محكمة العدل الدولية على ضرورة مواجهة مرتكبي العدوان على قطاع غزة للعدالة، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بإنكاره لحقوق الشعب الفلسطيني يقتل فرص تحقيق السلام. هذا العدوان يجب أن ينتهي وأن ينتهي فورا، يجب أن يواجه مرتكبوه العدالة، ولا يجوز أن تكون أي دولة فوق القانون، لكن إسرائيل لا تكترث وسمح لها بأن لا تكترث للقانون الدولي. هذا الحال لا يمكن أن يستمر، الاحتلال غير شرعي ولا إنساني ويجب أن ينتهي. لم تتوقف إسرائيل عن العمل الممنهج من أجل تكريس الاحتلال وإنكار بدون اكتراث حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير واتخاذها خطوات أحادية الجانب تفرض حقائق جديدة على الأرض وتقتل فرص تحقيق السلام. كما أضاف الصفدي أن إرهاب المستوطنين شر يتفاقم ضحاياه الفلسطينيون الأبرياء، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض وبشكل مستمر ومتعمد تغييرات ديموغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إرهاب المستوطنين شر يتفاقم ضحاياه الفلسطينيون الأبرياء وبيوتهم ومقدراتهم. إسرائيل لديها التزام قانوني بحماية المدنيين والحفاظ على الإرث التاريخي والحضاري في فلسطين، وهي ملزمة بعدم فرض تغييرات ديموغرافية، لكن إسرائيل تخرق بشكل مستمر ومتعمد هذه الالتزامات وتفرض تغييرا ديموغرافيا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتدمر الإرث التاريخي والحضاري وتصادر الأراضي وتطرد الفلسطينيين من بيوتهم وحقولهم وقراهم ومدنهم. إسرائيل تعتقل آلاف الأطفال والرجال والنساء بشكل غير قانوني وتعذبهم جسديا ونفسيا وتهينهم وتعتدي عليهم. إسرائيل تخرق حق المسلمين والمسيحيين في العبادة وتحاصر حق المسلمين من الصلاة في المسجد الأقصى، ولا تفعل أي شيء يذكر لحماية رجال الدين المسيحيين من اعتداءات المتطرفين. حديث أكثر مشاهدينا حول هذه المرافعة للأردن في محكمة العدل الدولية، انضم إلينا الآن هنا في الاستوديو الدكتور هزاع المجالي الخبير في القانون الدولي. دكتور هزاع، اهلا وسهلا بك في اخبار الاسبوع، حياك الله. حياك الله. ما الذي يعنيه ان يرافع الاردن بالتحديد في محكمه العدل الدوليه ويتحدث وبسرديه واضحه مفصله ب3000 ورقه كما قال الدكتور الزيدات ايضا وزير العدل الاردني للانتهاكات الاسرائيليه خلال العقود الماضيه منذ احتلال الأراضي الفلسطينية منذ عام 67، تحدث عن الضفة الغربية طبعا وقطاع غزة منذ، عشان تكون واضحة للمشاهدين، منذ 67 ليس من 48. ما الذي يعنيه الأردن بالتحديد وهذه العلاقة مع فلسطين المحتلة العمق الاستراتيجي، وأيضا الأردن مطلع ومتابع جيد لما يحدث في فلسطين المحتلة، وأيضا بل يحاسب إسرائيل دوما عليها بشكل دبلوماسي على الأقل. تفضل. سيدي، أول شيء بشكرك على اللقاء. الأردن لديه خصوصية أو حالة خاصة في التعامل مع القضية الفلسطينية. إذا ما عدنا للتاريخ، الضفة الغربية التي احتلت في عام 1967 احتلت من قبل المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة الأردنية الهاشمية دولة ذات سيادة معترف بها، وهي عضو في الجمعية العامة أو هي عضو في الأمم المتحدة، وبالتالي احتلال أي جزء أو أي جزء من أرض لدولة ذات سيادة هو يعتبر احتلال مخالف للقانون الدولي. فيما بعد لأسباب سياسية والأسباب تتعلق بالمنطقة تم الاعتراف منظمة التحرير الفلسطينية ممثل الشرعي الوحيد لفلسطين، وبالتالي انتقلت العهدة عهدة الولاية إلى السلطة الفلسطينية، ولكن ذلك لم يمنع أن الأردن كان له حالة خاصة في التعامل مع القضية الفلسطينية، وكذلك هناك الروابط الجغرافية والروابط الاجتماعية التي نرتبط بها نحن في الأردن مع أشقائنا في فلسطين. لذلك كما يقال أهل مكة أدرى بشعابه. أهل الأردن هو أكثر دولة عانت من موضوع احتلال الضفة الغربية والحرب في عام 1967،
وما نتج عنه من هجرات من الإخوان الفلسطيني إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وبالتالي نحن نتحمل العبء الكبير أو الأكبر من الدول العربية فيما يتعلق في القضية الفلسطينية. المرافعة التي قدمتها الأردن كانت مرافعة، يعني ما أعجبني بهذه المرافعة هو التطرق لموضوع القدس، الذي كثير من الكلمات التي تم طرحها أمام المحكمة من قبل الأوراق التي قدمت، المرافعات الشفوية التي قدمت للمحكمة من قبل الأعضاء المؤيدين لهذه القضية، لم يتم التطرق بالتفصيل لموضوع القدس والمقدسات الإسلامية. كما تعلم نحن نرتبط مع إسرائيل في معاهدة سلام، ومعاهدة السلام هذه تنص بشكل صريح على موضوع الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وعدم المساس بها وعدم اتخاذ أي إجراءات تخالف ما ورد في هذه الاتفاقية. لذلك كان جزء من المرافعة التي قام فيها وزير العدل أو وزير الخارجية الأردني تتعلق في موضوع الإجراءات التي تقوم فيها إسرائيل في القدس، باعتبار أن القدس وما لا سيما القدس الشرقية بما فيه المقدسات هي جزء لا يتجزأ من الأراضي التي احتلت في عام 1967. لذلك أن لا يتم فصل موضوع القدس بعد اعتراف بعض الدول بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، فإثارة هذا الموضوع من الناحية القانونية وإعادة التأكيد على أن القدس الشرقية والمقدسات الإسلامية هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، والتأكيد على الوصاية الهاشمية كان نقطة من المهم جدا أن تطرق إليها، إضافة إلى الملفات الأخرى المتعلقة في موضوع المستوطنات ومتعلقة بالإجراءات التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي المحتلة من ضمن الأراضي وبناء المستوطنات والاعتداء على الفلسطينيين. سيدي، يعني أعود إلى نقطة مهمة جدا، الاحتلال بالأصل أنه احتلال مؤقت. في العادة عندما تقول الدولة تحتل دولة، هذا الاحتلال لابد أن يكون مؤقتا، ولا يوجد شيء اسمه احتلال دائم. وإذا ما وجد الاحتلال دائم أو الاحتلال أو سواء كان مؤقت أو دائم، فعلى الدولة التي قامت بهذا الاحتلال عليها التزامات موجب اتفاقيات جنيف واتفاقيات لاهاي تتعلق بسكان المنطقة، وعدم تغيير أي أو عدم إجراء تغييرات ديموغرافية على الأرض أو محاولة الاستيلاء على الأرض أو استغلالها بأي شكل من الأشكال، المحافظة على الوضع القائم فيما يتعلق بهذه الأرض المحتلة لا حين الوصول إلى حل نهائي وانسحاب المحتل من الأراضي المحتلة. طيب أستاذ الزع، في هذا السياق توقيت هذه المرافعة الأردنية بكل تأكيد مهم، وما يحدث حاليا وهذه الاتهامات للاحتلال الإسرائيلي، طبعا هي وقائع وليس اتهامات، نتحدث بما يحدث في محكمة العدل الدولية بالإبادة الجماعية، تخدم الرواية والسردية الأردنية بهذا السياق تحديدا وحتى العربية، لأنه مش بس الأردن تحدث في بما يخص هذه الانتهاكات خلال العقود الماضية. نعم سيدي، التوقيت مهم في البداية بسبب القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، القضية الأولى المتعلقة بالإبادة الجماعية، وكما تعلم أن هناك قرار صدر من محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالإبادة الجماعية بالطلب من إسرائيل الالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والكف عن قتل المدنيين و يعني قصف المساكن إلى آخره، يعني بمعنى الالتزام بقواعد القانون الدولي. فقضية الإبادة الجماعية مع قضية موضوع الاحتلال أصبحت القضيتين متكاملتين. صدور القرار فيما يتعلق بقضية الإبادة الجماعية وإن كان له بعد سياسي وهذا يحتاج إلى شرح طويل، نعم، أن يتم رفع دعوة من قبل أو مطالبة برأي قانوني من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق في موضوع الاحتلال وحق تقرير المصير، أيضا كان توقيته مهم جدا. والأردن بسبب يعني بحكم كما قلنا بحكم الصلة المرتبطة بإسرائيل، الأردن هو الأكثر تقدما سواء والجهدا سواء على المستوى الدبلوماسي أو السياسي فيما يتعلق في التعامل مع أحداث هذه القضية. هناك نشاط كبير لجلالة الملك دبلوماسيا سواء خارجيا أو داخليا، وكذلك هناك نشاط دبلوماسي لوزير الخارجية يشهد له الجميع، والأردن يقود كثير من المبادرات وكثير من المواقف المتعلقة في إيصال الصوت الفلسطيني إلى العالم جميع. جلالة الملك يقوم بزيارات مكوكية لكثير من دول من أصحاب القرار المؤثرة، وزيارة الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا
كان لها تأثير كبير في 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 توضيح وجهة النظر الأردنية فيما يتعلق بهذه القضايا، وفي فضح الاحتلال الإسرائيلي بما يرتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني. الأردن يلعب دور رائد وكبير جدا، ليس على مستوى المحكمة فقط، ولكن يعني منذ عشرات السنين والأردن يتصدر هذا الموقف، لدرجة أن حتى الفلسطينيين أصحاب القضية بدأوا يعتمدون بشكل كبير على الدور الذي يقوم به جلالة الملك والدبلوماسية الأردنية، وهو متقدم على معظم الدول العربية، على كل الدول العربية دور متقدم جدا جدا. طيب بهذه النقطة بالتحديد بالدور الأردني، أيضا يجب عندما تحدثت عن موضوع جولات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الولايات المتحدة، سميتها قبل أسبوع بأم الجولات، عندما يلتقي بالرئيس الأمريكي والرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني والمستشار الألماني، كبار دول في رؤساء كبار دول في العالم، أصحاب قرار يعني. صحيح. بحاجة لإسناد عربي أيضا على مستوى الدبلوماسي وعلى المستوى القانوني أيضا، الأردن لن يقف وحيدا أيضا في هذا المسار. هو الأردن يعني بغض النظر عن باقي المواقف، أكيد هناك في دعم، وفي هناك يعني يمكن القول أن هناك موقف عربي موحد فيما يتعلق بهذه المساعي. نشعر أن الدول العربية تتيح للأردن هذا الدور لأكثر من سبب، منها أن الأردن قادر أكثر من الآخرين على إيصال ما هو مطلوب، إضافة إلى ذلك أن المصداقية التي يتمتع بها جلالة الملك في جميع عواصم العالم وليس فقط في أوروبا وأمريكا تتيح للفلسطينيين والعرب أن يتم توضيح وجهة نظرهم بشكل واضح، وأيضا لديه مصداقية ولديه قبول كبير في هذه العواصم. لذلك عندما يتحدث جلالة الملك في مثل هذه العواصم ويعبر عن الرأي العربي، فإن ذلك من المؤكد أنه له تأثير أكثر من الآخرين. نحن لا نقلل من دور الآخرين، هناك جهد سعودي وجهد خليجي وجهد مصري واضح في هذه القضية، ولكن الأردن تتقدم باعتبارها وكأن القضية تعتبر قضيتها أكثر، هي الأكثر اهتماما بهذه القضية وهي الأكثر قدرة على إيصال والتعبير عن ما نريده جميعا في المنطقة العربية بحكم العمق الاستراتيجي مع الشعب الفلسطيني. هذا الدور المتقدم هو دور طبيعي جدا في فيما يتعلق مثل هذه القضية. أستاذ هزاع، بالعودة إلى موضوع محكمة العدل الدولية والقانون الدولي غير ذلك، وبدي أكون معك صريح بهذه النقطة، وأنت أستاذ في القانون الدولي، عندما نتحدث حتى أي مشاهد بحضرنا الآن ممكن يستفز الحديث عن موضوع القانون الدولي، وش طبيعي ومعذور من يستفز هذا النقاش بسبب نقطة واحدة فقط. منذ 4 أشهر 5 أشهر 30,000 شهيد وما يزيد، عشرات ألاف الجرحى، مئات الألاف يعانون من الجوع، تشريد لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني، ولحد هذه اللحظة ما زلنا نتحدث عن ازدواجية المعايير فيما يتعلق بالقانون الدولي. لحد هذه اللحظة القانون الدولي غير قادر على إنصاف هذا الشعب المظلوم المستضعف في قطاع غزة. ألسنا بحاجة إلى إعادة هيكلة، دعني أقول إن كنت يعني دقيق بالوصف، الميثاق الدولي، ميثاق القانون الدولي غير ذلك، حتى يكون منصف، ليس ما يحدث في روسيا وأوكرانيا مختلف عما يحدث في فلسطين المحتلة أيضا. يعني شوف سيدي، كما قلت أنت، المشكلة في ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية. المشكلة الكبرى تكمن في مجلس الأمن وليس في باقي الأجهزة. مثلا في الجمعية العامة يتم التصويت جميع أعضاء الدول الأعضاء في الجمعية العامة، لكل دولة صوت واحد، متساويين في التصويت، لذلك لا توجد هناك أي إمكانية للضغط أو للتلاعب في موضوع التصويت. في المحاكم الشق أو الملف القانوني ملف مهم جدا جدا في التعامل مثل هذه القضايا، أن تصدر أحكام سواء كانت إلزامية أو استشارية من محكمة العدل الدولية تثبت هذا الحق. تعتبر الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية وهي المحكمة الأعلى على مستوى العالم تعتبر بمثابة سوابق قضائية ملزمة، وهي مصدر من مصادر التشريع الدولي. نعود إلى موضوع العدالة فيما يتم الصدور عن العدالة الدولية الناجمة عن صدور مثل هذه القرارات. المشكلة كما قلت لك تكمن في مجلس الأمن. المجلس الأمن هو الذراع الذي من خلاله تنفيذ هذا القرار سنادا للفصل السابع والفصل السادس، اللي هي العقوبات الاقتصادية والعقوبات العسكرية. عندما تصل إلى مرحلة المجلس الأمن، كما نرى وكما يشاهد الجميع أن هناك انحياز واضح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية اتجاه إسرائيل. الولايات المتحدة هي من تمسك الرسن في العالم، نحن نعيش في ظل أحادية القطبية، هي تستطيع أن تنقذ أي قرار
لتطبيق الشرعية، وتتحجج دائما بأن المفاوضات وإتاحة المجال للأطراف للتفاوض حول كثير من الأمور. لذلك هنا تكمن المشكلة، المشكلة في القدرة على تنفيذ هذه القرارات. ونعود إلى مجلس الأمن، ونعود للولايات المتحدة الأمريكية، ونعود إلى هذا السيناريو المتكرر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولا سيما القرار الأخير الذي عندما رفعت دولة الجزائر موضوع وقف إطلاق النار أمام مجلس الأمن، تحججت الولايات المتحدة الأمريكية بأن المرحلة هذه لا يجوز أن يتم فيها رفع وقف إطلاق نار، لأن هناك مفاوضات بين الأطراف، وبالتالي إتاحة المجال للأطراف للوصول إلى حل لهذه القضية. هي دائما ما تتحجج بحجة تحاول الهروب فيها من شرعية التعامل مع إسرائيل. وكما يقال، من أمن العقاب أساء الأدب. إسرائيل تعلم أن هناك من يدافع عنها حتى وإن كانت ترتكب تلك الجرائم، ولذلك الحاجة أصبحت ملحة إلى إعادة هيكلة الأمم المتحدة، لا سيما مجلس الأمن، وأن يكون هناك ذراع تنفيذي ومنطق تنفيذي ومسار تنفيذي لمثل هكذا قرارات، أن يكون هناك حدود لاستخدام حق الفيتو، أن لا يكون حق الفيتو حق مطلق، بل هناك حدود. إذا ما ارتأت أن يكون التصويت بالأغلبية، وإذا ما ارتأت الدول أن فعلا هذا يهدد الأمن والسلم الدوليين وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي لا يجوز الاعتراض أن يكون هناك الاعتراض مؤقت، أو أن يكون الاعتراض لغاية معينة، وأن يكون مبرر شرعيا. ناقش أكثر من ذلك مع أكثر أستاذ قانون دولي دكتور هزاع، وبكل تأكيد نستفيد واستثمار وجودك معنا عندما تحدث عن موضوع صياغة القانون الدولي من جديد، وما قد يترتب. حتى هناك تصريحات من غوتيريش أن المجتمع الدولي سيرفض ما يأتي من قانون دولي بعد ما حدث في قطاع غزة، وهذا الأمين العام للأمم المتحدة يتحدث بهذا السياق. هذا الشيء صعب جدا، لا يمكن أن يتم. نتحدث عن نقطة مستحيلة، موضوع التعديل للقانون الدولي وتخفيف من مساحة الفيتو الأمريكي، أو تقييد الفيتو الأمريكي أو الفيتو بشكل عام للدول الأربع في مجلس الأمن الدولي لغير ذلك. حتى يتم تعديل مثل هذا النظام يحتاج إلى موافقة الدول التي سوف تتضرر من هذا النظام. هل سوف توافق الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا أو بريطانيا أو الصين على تعديل هذا النظام؟ سوف ترفض، من الطبيعي سوف ترفض، لأنه سوف يمس بمصالحها. وبالتالي نحن ما زلنا نعيش في مبدأ توازن القوى السائد في العلاقات الدولية. وإن كان هناك قانون دولي، وإن كانت هناك اتفاقيات ومعاهدات، القانون الدولي على فكرة يعني كثير من الناس يجهل، القانون الدولي هو قانون رضائي وليس قانون إلزامي، بمعنى أنه لا يكون ملزم إلا في حالات محددة. مبدأ سيادة الدولة يتضارب بشكل كبير جدا مع الشرعية الدولية، فكثير من الدول يقول لك أنا الأمن الدولي، يعني الأمن القومي لدولتي وسيادة الدولة تتناقض مع بعض القرارات الدولية، وهي ترفض تطبيق هذه القرارات. ولدينا العشرات من الأمثلة السائدة في هذا المجال. تعديل هذا النظام يحتاج إلى موافقة الأشخاص المستفيدين من النظام القائم، وهذا هنا تكمن المشكلة. نعم. طيب بشكل سريع، استاذ وجودك معنا، تبقى معنا دقيقة في هذا الملف. دكتور هزاع، ما المقصود بالقرار الاستشاري، وما الذي قد يترتب عليه فيما يتعلق بمحاسبة إسرائيل على كل ما ارتكب خلال السنوات والعقود الماضية منذ الاحتلال عام 67 للأراضي الفلسطينية؟ شوف، القرار الذي يصدر عن المحكمة هو قرار، وبالنتيجة هو ملزم، ولكن الإلزام في القرارات الاستشارية، لماذا يسمى قرار استشاري؟ عندما يرفض الطرف الآخر المثول أمام المحكمة يصبح قرارا استشاريا، كما حصل في الجدار العازل، لأن إسرائيل نعم رفضت الحضور إلى المحكمة والخضوع لهذه المحاكمة، وبالتالي إذا ما الطرف أحد الأطراف رفض يصبح القرار استشاريا. هذا القرار بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة تم تحويله إلى المحكمة. إسرائيل رفضت الالتزام بهذا القرار ومثلت المثول أمام المحكمة، وبالتالي يصبح قرارا استشاريا. عندما يصدر هذا القرار يتم رفعه إلى الجمعية العامة التي قامت بطلبه، وهي متابعة قانونية، وبالتالي يصبح هذا القرار كما قلت لك أنه قرار من الصواب القاضية ومصدر مصادر التشريع الدولي. يجب على الدول، من الناحية النظرية يجب على الدول في الجمعية العامة جميعها 193 دولة الالتزام بهذا القرار، التزام بقرار المحكمة وتطبيقه. ولكن كما قلنا، حتى موضوع الالتزام في هذه الجزئية ويخضع لمبدأ السيادة، لكل دولة سوف تتعامل مع هذا القرار وفق قناعاتها القانونية. الدول التي تلتزم بالقواعد القانون الدولي سوف تقوم بتطبيق هذا القرار والاعتراف فيه، والدول التي لا تلتزم مثل إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتعامل معه كأنه لم يكن. ولكن بالنتيجة، مهما كان ردود الفعل اتجاه هذا القرار، هو مهم جدا فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي، باعتبار أن الملف القانوني لفلسطين مكتمل من الناحية القانونية، بإثبات أن إسرائيل دولة ذات احتلال ولحق للشعب المصري تقرير مصيره، ويجب على إسرائيل
الخروج من الأراضي الفلسطينية، وهذا أيضا مفيد مستقبلا إذا ما تم التعامل مع موضوع حل الدولتين المطروح حاليا على الساحة، باعتبار أن القدس الشرقية وأراضي الضفة الغربية هي أراضي فلسطينية بما فيها أيضا غزة المحتلة. تشكرك جزيلا. شكرا دكتور هزاع المجالي الخبير في القانون الدولي، يعطيك ألف عافية دكتور. الله يعافيك. شكرا على كل هذه التفاصيل. شكرا.